من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. غنوة أهلا بك معنا، نستطلع معك الأوضاع الميدانية وإن كان هناك تحديث على عدد الضحايا والإصابات نتيجة الاستهداف الإسرائيلي ليلة أمس على بيروت. التحديث الأخير للأرقام الرسمية وصل إلى 22 قتيلا بينه عدد كبير من الضحايا المدنيين إضافة إلى 117 جريح، ولكن هذا العدد بطبيعة الحال مرشح للازدياد، خاصة وأن عمليات رفع الأنقاض ولم تنتهي، وأيضا لأن هناك عدد كبير من الجرحى. طبعا كان يوم أمس يوم صعب في بيروت العاصمة بعد أن استهدفت منطقتين بوقت متزامن، البصة وطلعت للويري. المبنى في منطقة البسطة انهار بالكامل من 4 طبقات، بينما في الويري كان هناك استهداف لثلاث طبقات من أحد المباني. هذا الأمر أدى إلى يعني دمار في المكان، إلى أضرار في الأماكن والأبنية المحيطة، إضافة إلى السيارات، وأيضا بطبيعة الحال حالة هلع بين السكان المدنيين في المنطقتين، والتي تعتبر مناطق مختلطة، ليست من بيئة حزب الله كما يعني يقال عندما تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية. كما ذكرنا يعني بطبيعة الحال نحن نتوقع أن يكون هناك تحديث للأرقام خلال هذا اليوم، خاصة وأن عمليات رفع الأنقاض مستمرة. هذه كانت المرة الثالثة التي تستهدف فيها بيروت بعد استهداف الكولا ومركز أيضا الهيئة الصحية القريب من سكاك البلاط، إضافة اليوم إلى استهداف منطقة النويري ومنطقة رأس النبع. عملية رفع الأنقاض كم يمكن أن تستمر غنوة بحسب ما تقول فرق الدفاع المدني، وعن ماذا يتم الحديث؟ عن أي أعداد لمن هم عالقون الآن تحت الأنقاض؟ يعني حتى الآن لا يوجد أعداد تحديدا بمن هو عالق تحت الأنقاض، ولكن عادة عمليات رفع الأنقاض كما عهدنا في السابق تتخذ يعني بعض الوقت، لأنه يعني يخشى أن يكون هناك لا يزال أشخاص أحياء، أو يعني يتمنى أن يكون هناك أشخاص أحياء تحت تلك الأنقاض. لذلك عمليات رفع الأنقاض تحدث بطريقة دقيقة جدا، لا تستخدم فيها دائما الجرافات حفاظا على أرواح من يمكن أن يكونوا تحت تلك الأنقاض. يوم أمس كان هناك أيضا لرفع الأنقاض في منطقة الكرك في زحلة، وكان هناك أيضا شهدنا بأنه كان هناك طفل رضيع تم إنقاذه حي من تحت الأنقاض. لذلك هذه العمليات تأخذ بعض الوقت حفاظا على أرواح من ممكن أن يكون قد لا يزال حيا في تلك المنطقة. المبنى هو من 4 طبقات، يعني ليس من المفترض أن يكون هناك الوقت كثير لإنجاز تلك المهمة. في ضاحية بيروت الجنوبية عندما كان المبنى مؤلف من تسع طبقات احتاجت حينها الفرق الإنقاذ حوالي 4 إلى 5 أيام لإنهاء تلك المهمة. اليوم هذا يعني بأنه ربما الموضوع سيأخذ وقت أقل، ولكن بطبيعة الحال هناك دقة وتوخي الحذر في البحث عن ناجين تحت تلك الأنقاض. هل من مواقف أو تصريحات سياسية لبنانية بعد استهدافات ليلة أمس غنوة؟ سيكون هناك جلسة حكومة طارئة اليوم أيضا، أو جلسة حكومة لمناقشة الأوضاع الميدانية في بيروت، وهي مخصصة طبعا للأوضاع الأمنية وأوضاع النازحين. كان هناك يوم أمس جلسة مجلس الأمن التي عاد وأكد المندوب اللبناني فيها بأنه لبنان مستعد لوقف إطلاق النار. جميع المصادر أو يعني الحكومة ورئيس مجلس النواب جميعهم يؤكدون على استعداد لبنان لوقف إطلاق النار، يعني نظر أو مبنيا الأمر مبني طبعا على المبادرة الفرنسية الأمريكية، ولكن حتى الآن يبدو الموضوع بعيد، خاصة وأن إسرائيل مستمرة في سياسة الاستهدافات. آخرها أيضا يعني كان بعد أن كان هناك استهداف للصليب الأحمر اللبناني، للدفاع المدني، لفرق طبية، حتى اليونيفيل لم تسلم من تلك الاستهدافات. هذا الأمر أدى إلى استنكارات دولية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي. كندا استنكرت، إيطاليا طبعا، كان هناك أيضا دعوة من قبل الفرنسيين لعقد مؤتمر لدول الاتحاد الأوروبي لمناقشة موضوع الاعتداءات على اليونيفيل.
شكرا جزيلا لك حتى اللحظة من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم، وسنتابع معك أي تطور أو جديد خلال تغطيتنا المتواصلة.